وللمزيد حول التطورات الميدانية في مدينة غزة معنا من هناك مراسل حدث خضر الزعنون. خضر، مساء الخير، ما هي آخر التطورات في ظل كذلك تحذيرات الإخلاء التي قامت بها إسرائيل؟ مساء الخير لك لارا. يعني الاوضاع الانسانيه وايضا الميدانيه صعبه للغايه في احياء مدينه غزه المختلفه، وخاصه في حي الرمال، منطقه الرمال الجنوبي، وايضا منطقه تل الهوى، وتحديدا مربع الجامعات ومربع منطقه الصناعه، حيث يواصل الجيش الاسرائيلي عملياته العسكريه وسط غارات يشنها الطيران الحربي الاسرائيلي. قبل تقريبا ساعه من الان الطائرات الحربيه الاسرائيليه قصفت طابقين على الاقل في بنايه سكنيه مرتفعه تعود لعائله سالم في حي الرمال في قلب مدينه غزه. هذا القصف ادى الى يعني وصول اعداد من الجرحى والمصابين الى عدد من المراكز الطبيه في منطقه الشيخ رضوان، خاصه عياده الشيخ رضوان بعد هذا الاستهداف من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي. ايضا مسيرات اسرائيليه من نوع كوادكوبتر تقوم باطلاق النار منذ ساعات الصباح وايضا حتى ساعات المساء صوب اي مواطن يتحرك في المناطق الغربيه على وجه التحديد من مدينه غزه، شارع الثلاثين وعمر المختار وايضا شارع الوحده. وهناك اعداد من الشهداء والجرحى لا زالوا في الطرقات نتيجه استهدافهم من قبل المسيرات الاسرائيليه. ايضا في حي الشجاعيه، هذا الحي الذي يشهد عمليه توغل من قبل الجيش الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي يقوم بعمليه نسف لمربعات سكنيه باكملها وسط عمليه قصف من قبل مدفعيه الجيش الاسرائيلي والتي طالت عددا من منازل المواطنين. كل ذلك ايضا يتعذر على سيارات الاسعاف والدفاع المدني الوصول لانتشال الشهداء الضحايا وايضا المصابين سواء في حي الشجاعيه للشرق من مدينه غزه وحتى في المناطق الغربيه من المدينه. ايضا هذا يترافق لارا مع اوضاع انسانيه يعيشها النازحون الذين نزحوا من المناطق الشرقيه باتجاه المناطق الغربيه ومنها ايضا باتجاه المناطق الشماليه وتحديدا حيي الرمال والشيخ رضوان. نعم، شكرا جزيلا لك خضر على كل هذه الإيضاحات من مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزعنون.